خلونا نبدأ بأبرز الأخبار اللي حصلت امبارح واللي فيها مجموعة من الأحداث. وزارة الداخلية مدت مبادرة كلنا واحد لمدة شهر، ووزيرة التضامن تابعت حريق الموسكي، وكذلك وجهت بتقديم التدخلات اللازمة وحصر الخسائر المختلفة. في نفس السياق برضو يا هبة، محافظ القاهرة شكل لجنة هندسية لفحص عقارين بالموسكي بعد الحريق، ومكتب التنسيق أعلن تسجيل 9500 طالب وطالبة باختبارات القدرات للثانوية العامة. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت أن وزارة الداخلية أعلنت مد فعاليات المرحلة 26 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية اعتباراً من الأول من أغسطس ولمدة شهر، انطلاقاً من حرص الوزارة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. امبارح أعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد أن عدد الطلاب اللي تقدموا لأداء اختبارات القدرات للالتحاق بالكليات اللي يشترط القبول بها أداء اختبارات القدرات بلغ 9500 طالب وطالبة للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2024-2025.